انا بقى اللي كنت هطلقها من رأفت. كنت هطلقها يا استاذ جلال؟ وزفها العريس اللي راجع من الاسر. اظن من حقه انه يرجع يلاقي الناس اللي هو دافع عنهم وحبهم واتاثر عشانهم لسه مستنيين. ده تمن قليل قوي للعذاب والسنين اللي هو شافها وهو بيدافع عننا. عيني العقل الكلام اللي بيقوله عمك، وخيرها في غيرها يا دكتور، ولا لسه زعلان؟ لا يا بابا خلاص، مش زعلان ولا حاجه. لا شكلك زعلان، والا ما كنتش قمت وسبتنا واحنا لسه ما خلصناش كلامنا. يا بابا المساله مش موضوع زعل، دي مساله متعلقه بترتيب حياتي ومستقبلي. ده انا ليا اكتر من 7 سنين مستني، كاني كنت مستني يوسف عباس لما يرجع واتنزل له عنه. ده يزيدك شرف يا دكتور، وتكون عناية بصحيح وعرق الوطنية لسه حي جواك، انك تروح لهم الفرح وتديهم اول هدية من هدايا الفرح. وموضوع بقى ترتيبات المستقبل دي بسيطة، هنبقى ندبرها. يعني هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا خلق. والبنات على قافة من يشيل، بس انت قول يا جواز. لا بس مش اي بنات، المرة دي بقى انا اللي هخطب لك، ده انا اللي مربيها. ايه بتقول انت اللي مربيها؟ ايوه، وكنت بتمنى ان رأفت ما يكونش مرتبط عشان اتجوزها له. وهو ربنا استجاب لي دعاءك والخطوبه اتفسخت. ده من حسن حظنا وحسن حظه، بس صدقني بقى مش هتندم نقاوت عمك. مش هتقول لنا هي مين بقى يا استاذ جلال؟ ما هو شافها قبل كده، بس لازم اخد رايها قبل ما اخد رايه. لا تقول لا هي كمان، او تكون مرتبطه بحد تاني. ده نزعل قوي لو قالت لا. طبعا اذنكم بقى، اتمنوا لي التوفيق، دي أول مرة ألعب فيها دور الخضمة. بالسلامة. الله يسلمك. هو أخوك يقصد إيه يا عبد الحميد؟ الله، هو عنده 100 بنت، هي بنت واحدة. إيه؟ عايز يجوز مي لرأفت؟ ده يبقى من حظه ومن نصيبه، ولا دي وحشة كمان بقى يا نعمات؟ فاشر، ده أحسن 1000 مرة من بنت فراويلة، على الأقل عصفورة صغيرة. لا وبنت عمه ومن لحمه ومن دمه. يا سلام، شفتي جلال راجل ازاي؟ ابن عناية بصحيح. اي اوامر استاذ؟ تعالي يا نهل. يا ريت حضرتك ما تسالني على الموضوع، لسه بيتجمع واليوم هروح الجامعه كامل. طب عادي. في حاجه استاذ؟ انتي مرتبطه؟ شلون؟ ازاي يعني؟ ايه سؤال غامض؟ لا استاذ ما هو غامض، لكنه صعب. صعب؟ ده الاجابة في كلمة واحدة، يا ايوه يا لا. ايه بقى مدى الصعوبة في اجابة زي دي؟ كنت متخيلة ان حضرتك ما محتاج لسؤال ولا لاجابة عشان تعرف. ده لما يكون لمجرد المعرفة وبس، لكن لما يكون عشان الارتباط يبقى على الاقل عشان اعرف رأيك. في ايه تعرف رأيي استاذ؟ اصلي بصراحة عاوز اجوزك. انتي هتسكتي من دلوقتي عشان اقول ان السكوت علامة الرضا؟ مش تسأليني الاول مين العريس؟ لا استاذ، انا بس من دهشة لان موضوع الجواز ده مش من ضمن خطتي ده الحين، ويمكن كمان عشان ما توقعتش ان حضرتك اللي تكلمني في موضوع الجواز ده. على العموم العريس مش غريب، وانت تعرفيه وعلى ضمانتي. فهمتي؟ مش فاهمة استاذ. رأفت ابن اخويا. ليه؟ ليه؟ ليه عايز يتجوز؟ ليه فات خطيبته؟ هو لا فات خطيبته ولا عايز يتجوز تاني. يبقى ما قدرش يقنعها زي حضرتك ما قلت. خطيب فريال رجع. رجع؟ رجع من وين؟ كان مفقود من 7 سنين ايام حرب 67، واتضح انه كان اسير في اسرائيل. السكوت المره دي علامه الرضا ولا علامه الدهشه؟ انا محتاج اسال نفسي انا ليه سكت. وانا محتاج اسمع منك اجابه على السؤال بتاعي، انت مرتبطه ولا لا؟ اذا كان كده استاذ جلال اقدر اقول لحضرتك ان ما في في حياتي حد. جميل، اهي دي اجابه مشجعه. تقريبا، عن اذن حضرتك. تفضل. ما
ولا الهبال. اعملنا يا معلم. غير الحجر يا ابو بسرعه. حاضر يا معلم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا معلم منعم. اتفضل اتفضل يا معلم عباد. انا بس كنت جاي لك كده في كلمتين وماشي على طول. طب مش تشرب حاجه الاول؟ سخن ولا بارد؟ بارد عشان الدنيا حر اليومين دول. ادي دهبان. اعملها يا معلم. حاجه ساعه من القهوه. حاضر يا معلم. لا معلش يا معلم منعم، تعالى يا ابني ملوش لزوم. لا ما يصحش، انت اول مره تشرفني في المعرض من يوم ما اتفتح. معقولة يعني أول مرة تيجي ما تاخدش وجبة بسرعة؟ أيوة يا معلم. صدقني أنا مستعجل، أنا بس جاي عشان أوصلك الأمانة دي. إيه دول؟ خير؟ دول 2000 جنيه. بكوين؟ إيه يا عبادة؟ أنت ناوي تشتري شبكة جديدة ولا إيه؟ شبكة إيه بس يا معلم منعم؟ دول بتوع الحفلة والشادر. حفلة إيه وشادر إيه؟ اللي أنت عملتهم ليلة ما رجع الأستاذ يوسف بالسلامة. يعني ايه مش فاهم؟ اصل اهل الخان يعني كل واحد حسب مقدرته بينقط الاستاذ يوسف حلاوة رجعته بالسلامة، وقالوا يعني ان الحفلة دي على حسابه. يعني ايه؟ بتلموني تمن فرحتي برجعة اخويا؟ فاكرني مش قد اللي عملته؟ لا يا معلم منعم، اصل العبارة عبارة ايه؟ وكلام فارغ ايه افهم؟ الله، مش تاخد من واسع وتطول بالك يا معلم منعم. اللهم طولك يا روح. اصل عم عباس كان راسه 1000 سيف ليهد الشادر عشان مفيش مخلوق يقود، قلنا نقصر الشر. وتلملي انت بقى القرشين وجاي تسمع الخان مش كده؟ عامل راس كبير حضرتك، جاي توقع بيني وبين ابويا واخويا مش كده عباده؟ اوقع ايه بس يا معلم منعم؟ بقول لك ايه، صعبان عليك قوي ان انا اقعد هنا في المطرح، ما تجيبها كده على بلاط يا عباده. الله، انا اللي صعبان عليا المطرح، ما كنتش سبته من زمان. لا لا يا عبادة، انت لو قادر تقعد فيه مظبوط ما كنت سبته. طب اسأل مطرح الكرسي اللي انت قاعد عليه ده، اسأل مطرح الكرسي اللي انت قاعد عليه وعامل معلم قوي كده، هيقولك مطرح يوم ملكي العمر كله، ولما سبته بكيفي. طب يلا يلا يا اخويا ما تتمحدش فيه، يلا غور من قدامي. الله، انت هزقنا منعم. منعم؟ اسم المعلم منعم الضو وغور السعادة من قدامي يا عبادة. الله، انت هتمسك فيها كمان ولا ايه؟ وسيح دمك. تحب اوريك اسيح دمك ازاي يا عبادة؟ تحب اوريك اغير مية الشيشة بدمك ازاي؟ الحق مش عليك يا منعم يا ضو، الحق على اللي عادتك هنا في ملك غيرها. قول بقى انك مولع من ساعتها ولا انت طايق السماء والارض؟ انا هقول لك حاجة عشان ترتاح يا منعم يا ضو، انا لما طلعت فوزية طلعتها بخطري لما جاتني بفلوس ابوها من ورا اخواتها، انما انت بقى بصراحه هي اللي طلعتك مراتك وفوتتك عيالك. ما كفايه بقى! انا هبطلك تفتح بقى خالص! كيفك يا منعم؟ هقتله! تقتل مين يا اخي؟ روح كده! تقتل ابو ولادنا! ورينا يا بدعاء! ضربني بالشيشه فاهم؟ عايز يديني يا فاهم! هخلص عليك! تخلص علي ليه؟ تخلص عليه عشان تجيب ولاده وتشغله هنا تحت رجليك. جريه فهمي جريه، مش هو ده برضه اللي انت عايزه؟ تجيب ولاده وتشغله هنا وبفلوسه. طب بلاش الكلام ده يا فهمي. ده هو ده الكلام يا منعم يا ضو. اسمع، الفلوس دي مش فلوس حسين، دي فلوس سلامة فراويله وولاده واولاد ولاده اللي انت قاعد في وسطيهم وعايز تسيح بيها دمهم. فلوس سلامة فراويله، فلوس سلامة فراويله يا منعم يا ضو. دي فلوس ولا سلامة فراويلة يا منعم، دي فلوس ولا سلامة فراويلة يا منعم، دي فلوس ولا سلامة فراويلة يا منعم، دي فلوس ولا سلامة فراويلة يا منعم. خناقة؟ ما انا عارف انها خناقة يا بني ادم، لكن بين مين؟ هذا توتو توتو انت يا زفت. ايوه شطاها. في ايه؟ خناقة بين معلم ابو العهد ورستو فهمي. عبادة وفهمي؟ مش ممكن، ده ما يحصلش ابدا. طب تعالى شوف بنفسك. اشوف بنفسي ايه؟ شفت العمى يا بعيد. بتكسر المعرض يا فهمي؟ بتكسر دماغك كمان يا منعم يا ضو. ده انت خايف على شويه ازاز ومش خايف على دماغ الراجل اللي انت كسرتها له ابو بتاعي. بتمسك فيا علشانه؟ امسك فيه وروح معاك لاخر الدنيا كمان. كده؟
طب خدوا بقى روح بعيد، ما تلزمنيش. ايه يا حصلت؟ انا دلوقتي اللي ما بقتش قدامك يا مانع بعضاو، اللي ما يخافش على مالي يا فهمي، حرام انه يتصرف علي. الله وكمان بقى مالك؟ ما السلامة فراوينا فامل مانع بعضاو. مين يا زين؟ ده بابا يا جدي. بيتخانق مع مين؟ مع عم فهمي وعم عباده. ده مسيح. ده مسيح يوسف. يا يوسف الحق الحق، اخوك بيتخانق. اخويا مين؟ اخوك مين؟ شوف يا استاذ يوسف الحق. انت هتقف تبص لي يا استاذ يوسف؟ ما هو ابن خالي زيك. بلاش ابو ولادي. الحق اخوك يا يوسف. بس على مهلك انت يا عم عباس. اعوذ بالله، هو الواحد ما يعرفش يحط دماغه ساعه اياله؟ دي العفاريت بتقايل يا تفيدة، واحنا مش عارفين في ايه. بيقولوا منعم الضو. اسمه المعلم منعم الضو. يعني هو حد معانا ولا سامع؟ يا ست الحيطان ليها ودان، وبعدين مش عاوز لسانك ياخد على كده، ولا ناسي اننا حناسبه؟ لا مش ناسي. ماله بقى المعلم منعم الضو؟ فتح دماغ عبادة العقاد، قصدي المعلم عبادة العقاد. لا في عبادة هقولي زي ما انت عايزة، ده راجل غلبان وعلى قد حاله. فتح دماغه ازاي يعني؟ ازاي ده ايه؟ ضربه وفتح نفوخه. يا خبر اسود، دي جناية. كم غرزة يعني؟ انا شعرفني كم غرزة. يا خبر اسود والنيل، لا تكون عاها ولا تستاهل علاج اكتر من 21 يوم، تبقى جناية وياخد فيها 6 اشهر. فالله ولا فالك يا راجل، انت ما تفولش. طب خشي خش حضرين الهدوم، اما راح اشوف ايه الموضوع. احسن المساله تبوظ ويتسجن والجوازه تتفانيخ. بالراحه يا حسن. دير حالك. حط شويه بن كمان يا حسن عشان يقطعوا الدم. ما خلاص ربطناها وبقت فل يا شيخ طه. اربط قوي عشان الدم يتقطع. خلاص خلاص صافي يا لبن. لبن ايه بس يا شيخ طه؟ ده دم. الله، ما هو الدم اتقطع خلاص. ولا بتقول يا شر شطر؟ انا برضو اللي بقول يا شر شطر. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ليه فهمي؟ في ايه؟ اخوك ضربني بالشيشه في دماغي يا استاذ يوسف. الله، ما قلنا خلاص صافي يا لبن. ما تقطع بسكاتك يا شيخ طه. يا اخي حرام عليك. ما تعللوش وتحرموا براحتك بقى. في ايه يا اخوانا بس؟ ما تفهمونا. تعال يا عم عباس، ادي اخرتها. مش انت قلت اروح ادي الفلوس لمنعم؟ ما عجبوش، سايح دمي. فلوس ايه؟ قوله، قول للاستاذ يا عم عباس، قول للناس كلها، قول لهم انك كنت حالف ان ما حد يعدي بالصوان ولا الاستاذ يوسف يدخله، ما دام من فلوس فوزيه فراويله. انا اعمل ايه؟ قلت حلها عشان ما تغمش الاستاذ وما تزعلش يا عم عباس. لميت فلوس الحفله من المقتدرين نقطة رجوع الأستاذ بالسلامة، رحت أديهم له في السر، سيح دمي. ودوني المستشفى يا ناس، ودوني المستشفى يا عالم. لو راح المستشفى مش هتخلص. يروح مطرح ما يروح، ومطرح ما يحط دماغه ويحط رجليه. دماغه مفتوحة يا معلم منعم، والعلاج ممكن ياخد أكتر من 21 يوم. إن شاء الله ياخد سنة. لا، انت اللي هتاخد 6 اشهر. 6 اشهر في ايه؟ حبس. عشان كده بقولك لم الموضوع، ده احنا اهل يا معلم منعم. يعني عايز نعمل له ايه يا شرار؟ راح اتحايل عليه وقول له ما تروحش المستشفى. لا، قول انك ما ضربتوش. امال مين اللي ضرب؟ اهو ده بقى مربط الجحش. شوف صبي من الصبيانه الجدع يشيلها، وكام عيل يشهدوا عليه، واطرعيه. بصراحة مصلحتك تهمني يا معلم منعم. أنا دهبان. أعملها يا معلم منعم. أهلا. شفتني وأنا بضرب عبادة؟ أحلف زي حصول مو عايز ما حصل يا معلم منعم. حصول مش عايزك تحلف. وأنا عايز يا معلم تقول إن أنت اللي ضربته وما تخافش. ده إذا وصل للكراكون يعني. وأنا هقوم لك محامي وأرعيك. امسك يا دي امسك. ها قلت ايه؟ لو عاوزني اروح افتح دماغه تاني قدام الناس يا معلم منعم اروح. لا، كفايه فتح واحد يا حبيبي، هي ناقصه.
ايه؟ تفكر في الله يرحمه والحاج نسيبك؟ يا سلام، الله يرحمك يا حاج السلامة يا فراويلة. لو انت ابنه كنت قلت اللي خلف ما ماتش، عشان خلفة الحاج كلها عطبانة زي البدنجان، الكبير مبزر والصغير مر. حلو يا شرابي، حلو. بس المدام بقى لا مبزرة ها ولا مرة. لا، ما هي فوزية هانم لا هي كبيرة ولا صغيرة، بين البنين يعني ميديم. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والظلمة، بس بتاعه هو اللي ضربني حصون، وفي بدل الشاهد أربعة وخمسة. لا إله إلا الله، ده ضرب قدام عينيا الاتنين دول يا حضرة الصول. يعني أصدقك وأكدب خمسة يا فهمي؟ أيوة معلوم تصدقني أنا بقى، أنا مستعد أروح آخر الدنيا وأشهد باللي شفته. لا مؤاخذة يا عم عباس، لا مؤاخذة يا أستاذ يوسف، إن الله لا يستحي من الحق، ولا إيه يا عم عباس؟ والله يا ابني أنا مستعد أنفذ كل اللي يقول عليه عباد. اطلع أنت يا زينب، ما تقول حاجة يا معلم عبادة. أنا مش هقول غير إن فوضت الأمر ليك يا رب، فوضت الأمر ليك في الظالم والمفتري. خلاص يا سيدي، أو فوض أمره لله، عايز إيه تاني؟ أنا عاوزك أنت بالذات تسكت بقى وما تنطقش خالص، فاهم؟ أنا عارفك وفاكر كويس زمان لما كنت بتحللها وتحرمها على مزاجك. منعم الضهوة قبضك عشان كده بتشتغل مطيباتي. الله 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 الله، على الملأ كده يا فهد. ايوه على الملأ بقى، ما انا عارف وانت عارف. حاج سلامة فراوية الله يرحمه عودك اخويا واتعودت كده، والله ما انا عدلك. جرى ايه يا معلم فهمي؟ تعالى يا عبادة نوديك المستشفى، يلا. لا لا معلش يا استاذ يوسف، انا هروح لوحدي. الله، ايه يا عبادة؟ انا مش اخوك ولا ايه؟ خلاص يا استاذ يوسف، هو احمد ابني جه هو اللي وديني المستشفى. حصل ايه يا بابا؟ ما حصلش حاجه يا ابني، وديني المستشفى وبعدين ابقى اسال. يلا. شايف امانه يا بابا؟ شايف لحمنا؟ لحمنا اهو، لحم سلامه فراوينا، دول بقى اصحاب المال، اصحاب المال اللي انت عاوز تقتل ابوهم، مش كده؟ ما خلاص بقى فهمي. لا مش خلاص يا امانه يا بابا، مش خلاص، والعلم بقى كل حي ياخد حقه، ومن السعادة لا تعرفني ولا اعرفك، كل واحد فينا في سكه. اسمع منى بضو، انا عاوز اقول لك حاجه قدام الناس دي كلها. المطرح اللي انت حاطط فيه الكرسي والميزان ده كان ملكي، وانا سبته بخاطري عشان عايز اربي ولادي بالحلال. وخد بالك، ما دايم الا وجه الله وكله زايل، واللي يهون عليها ضناها اولادها عشان خاطر الفلوس هيهون عليها اللي تعبت فيه ولا هو ضناها. وبكره هفكرك، واللي له اول له اخر، وبكره هنتقابل يا منعم يا ضو لو لنا عمر. ما هو اللي بيتشري بالفلوس بيتباع بالفلوس يا منعم يا ضو يا ظالم. يلا يا ابني. انت لسه واقفه روايه؟ ما انت ما ردتش عليا يا علي. ارد عليك اقول ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط بقى؟ كل اللي قلته ده وما سمعتنيش؟ لا سمعتك. طيب رد. بقول لك ايه؟ انا مش هسافر معاك. انا عارفه انك مش مسافر معايا. ومش هطلقك. خلاص وافق لي على السفر. وافق لك على السفر؟ الواد يفضل معايا. ابني حماده؟ ايوه حماده. عايزه تسافري تسيبيه معايا. اسيبه ازاي يعني؟ اسيبه هنا؟ هنا؟ ماله هنا؟ جرب هنا؟ ما انت متربيه طول عمرك هنا. متربيه هنا، متربيه على حجر ابويا، كان يقعدني على حجره ويعلمني ويشرح لي فقه وسنه وادب. وانا هشرح لابني يعني قله ادب؟ لا، هتقعده على حجره جنب الطبله. يما شفتي؟ شفتي بقى؟ اديك قلتيها، انا مش راضي اطول لساني معاكي. هو انا عشان خايفه على ابني ابقى لساني طويل؟ انا كمان ده بني ادم غريب قوي، وبعدين اقدر انا سبته هنا هيعمل ايه؟ هتنيمه معاك طول النهار وهتاخده معاك تسهره طول الليل؟ مالكيش دعوه يا ستي، انا هتصرف. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، انت مش شايفه ولا ايه؟ انا ورايا حفله، اعملي معروف. اعمل معروف انت، هتتصرف ازاي؟ يعني انا مش فاهمه ايه تناوي دلوقتي تفتح مكتب؟ هتقعده معاك في المكتب ليل نهار؟ يا ستي مالكيش دعوه، انا هتصرف، قلت لك هتصرف.
ان شاء الله دخله حتى مدرسه داخلي. حرام عليكي حرام عليكي، انت بتقفي ليه قدام مسيرتي؟ انا النهارده حد اول خطوه على سلم المجد. مجد ايه وهباب ايه؟ مجد ايه وهباب ايه؟ ابقى انا مربيه فاضله وانت تدخل ابني مدرسه داخليه؟ حرام عليك، ده عايز تجنني. ايه اللي عايز اجننك؟ مالك بتصوتي ليه؟ الله، خلاص يا ستي بتاعت التربيه، اما تاخديه معاكي هتقعديه معاكي في المدرسه ولا هتاخديه في البيوت؟ هقعده مع مام. منطق؟ هي منطق مسافره معاكي فين؟ صلاله. برضه صلاه؟ لم نفسك يا علي، صلاله دي في عمان. مدينه؟ قولي مدينه صلاله. في اسر من زمايلنا مسافرين واخدين ولادهم معاهم، ماما هتشتغل مربيه وتقعد لي بحماده. مربيه للعيال؟ هي مامتك في لبنيه؟ احترم نفسك يا علي، ماما هتشتغل في لبنيه لابنك انت. هو ده الحل؟ طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا اتذلت من الصبح عشان توافق، ما انتش عايز توافق. بقول لك يا رؤية ما تعيطيش، انسي خالص ان انا اسافر معاكي، انا مستقبلي قدامي، انا الجمعه جايه هغني في الحاره اللي ورا الاوبرا، يعني قربت من الاوبرا. حرام عليكي، ما تعدمنيش. ما تعدمنيش انت يا علي، ربنا يخليك. هما كلها اربع سنين وهنرجع على طول. يما يابا يما، اربع سنين ما تشوفش الواد. هنبقى نيجي في الاجازات. الاجازه الكبيره واجازه نص السنه، ومش هاخد منك حق التذكره، واللي انت عايزه هجيبه وانا جاي. انا عايز اورج. يخرب بيت كده عده مزيكا تاني. عده مزيكا؟ امال عاوزاني اجيب ايه؟ عده مزين. هتمضي على الموافقه؟ حمد ان شاء الله وافق، بس بعد ست والدتك الفلبينيه ما توافق. ترارا يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. أوافق على إيه يا رؤية؟ على السفر. سفر إيه؟ صلالة. وصلالة دي فين؟ في عمان. ليه يا بنتي؟ هما هيطلعوني إعارة أنا كمان؟ لا، هتطلعي تشتغلي دادا الحمادة أبني. إزاي؟ مش فاهمة. يعني هو أنا اللي فاهمة؟ أنا لقيت نفسي عمالة ألف له سيناريوهات ومسلسلات طول ما أنا واقفة. قلت إنك هتطلعي تشتغلي دادا هتقعدي بحمادة بالمرة. أنا يا بنتي أشتغل دادا؟ أمال يعني أنا كنت أعمل إيه؟ أقنعه إزاي إن حمادة هيفضل معاكي على طول؟ طيب المهم، لو سألني دلوقتي أقول له إيه؟ قولي له مسافرة. واجي ما يسافرش، يخش ابنه وما يسافروش معاكي. أنت مين قال لك إنك مش مسافرة؟ أسافر إزاي؟ زي الناس، في زمايلنا كتير قوي مسافرين بولادهم، هتسافري مع اسره حد من زمايلنا على انك داده، خلاص؟ ما تبصليش كده، احنا هنسافر وهناك ربنا يحلها، ايدك على تمن الباسبور والتذكره. انت بتتكلمي جد يا رأي؟ امال يعني بهزر؟ يعني اقعد جنب ابني ما سافرش ولا اسافر من غير ابني؟ طب خلاص، نخلص الغدا ونتغدى وبعدين نتكلم. مانيش واكله، نفسي استدت، نفسي استدت عن الدنيا كلها. هو يعني ايه؟ انا اللي سديت نفسك؟ يعني يا اما اسافر واشتغل دادا واسيب بلدي، يا اما تصرخي في وشي. انا ما صرخش في وش حد، خليكي قاعده في بيتك احرصي الحيطان كده حافظي عليها واتفرجي عليه. انا مفيش قدامي غير قله الحنيه وبس. رؤية يا رؤية، انت ما بترديش عليا ليه؟ الكلام مش اخده عطا يا بنتي؟ اسمعي بس، انا انت بتعيطي يا بنتي؟ ما بعيطش. امال دموعك اللي نازله تفرفط اربعه في اربعه دي ايه؟ دي من البصل اللي عماله تخرطيه من الصبح في المطبخ. تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه مطرح ما رايحه بقى، سيبيني في حالي. طب تعالي تعالي حبيبتي، اهدي بالله كده واقعدي. انا عايزه اتكلم معاكي. ولا تكلميني ولا اكلمك، سيبيني بقى اروح الحقه واقول له يا ابن الحلال يا تدخلي ابنك مدرسه داخليه يا تطلقني. ليه بس كده يا بنتي؟ عشان امي مش مريحاني، امي مش مريحاني، اعمل ايه؟ انا هو في ام مش عايزه تريح ضناها يا بنتي؟ ده انت ام. امي عارفه بعمل اللي عشان ابني ما يفرقنيش لحظه، بس انت بقى مش طايقه تبصي في وشي ولا تعاشريني لحظه. كده برضو يا بنتي. طب فهميني، مش عايزه تسافري ليه؟ مش عايزه تسافري ليه؟ على الاقل بدل ما ابقى انا هناك قاعده في غربه وانت هنا قاعده لوحدك يبقى وشنا في وش بعض.
يا بنتي انا عمري لا تغربت ولا سافرت. يعني هو انا اللي كنت اشتغلت قبل كده في اعلى البحار؟ ما هو كله كان على يدك، من بيت المدرسه ومن المدرسه للبيت. بس ده شغل، اعمل ايه يعني؟ ده انا ما صدقت انه قال لي بس مامتك توافق وانا ارضى. جيت للجار. طيب يا بنتي فهميني، انا مش فاهمه حاجه. افهمك، انت هتسافري معايا تتفسحي كويس، وهو انا ابني ضنايا هيبقى في حضني، وانت بنتك ضناكي هتبقى في حضنك اللي هو انا. هو انا اساسا عارفه الكفاله هتمشي ولا مش هتمشي من اصله؟ ايوه يا بنتي، بس يعني على اخر ايامك. ما تقوليش اخر ايامك، ده انت في اوائل ايامك، ده انا اللي في اواخر ايامي. انا مش عارفه اقول لك ايه. لا لازم تعرفي من دلوقتي عشان نبقى على بلاطه من اولها. اكلم الناس ولا ما اكلمش الناس؟ وبعدين تعالي هنا، انت ايه بقى حكايتك بالظبط؟ ايه اللي ربطك هنا ان شاء الله؟ هيكون ايه اللي ربطني؟ انا عارفالك بقى، تكوني عايزه تتجوزي ولا حاجه. يا بنتي اختشي ايه؟ يا بنتي انا كل اللي بفكر فيه ازاي هسيب المطرح اللي عشت فيه مع ابوك ده، كل حته هنا بتفكرني بالمرحوم. هلملك كل صور المرحوم وعلقها لك على الحيطه واعملها لك ستاره بص عليها ال 24 ساعه. خلاص يا بنتي اللي تشوفيه. بتتكلمي جد؟ يا رب ما يحرمني منك يا مرؤية. الاواخر ايامك ايه ده؟ انتي منك انت والمرحوم. سعيد يا بابا. اهلا يا مي، ده انا بقالي هنا تقريبا ساعتين. خير يا بابا؟ مستنيكي. اعمل ايه؟ ما انا ما بشوفكيش خالص. انا اصلي فكرت ان احنا ننزل نتغدى سوا كلنا النهارده. اسفه، كان لازم انزل اشتري شويه حاجات. اشتري حاجات؟ حاجات ايه؟ وريني كده. مش يمكن لو عجبوني ادفع لك ثمنهم؟ لا مش معايا فلوس. طيب يا ستي مش ضروري ادفع لك ثمنهم، نتفرج. مش بيقولوا اللي ما يشتري يتفرج؟ الله، اما ذوقك حلو حلاوه. فستان سهره. زوجك حلو فعلا، طول عمرك زوجك حلو. متهيألي ان دي اول مره تعرف فيها ذوقي بعد ما كبرت، مش كده؟ تعرفي انه حلو فعلا، انا مستعد ادفع لك ثمنه. ميرسي. ميرسي ده ايه؟ ده انت زي ما تكوني عارفه ان احنا رايحين مسرح الليله، فنزلت اشتريتي فستان. مسرح ايه؟ المسرح القومي. ده في مسرحيه هايله لصلاح عبد الصبور. ايوه، بس انا رايحه حفله. حفله ايه؟ ده احنا محجوز لنا بنوار. اسفه يا بابا، لازم اروح الحفله. وفين الحفله دي؟ ده صالون ثقافي صاحبته عزمانه. ايوه، فين الحفله دي ومين الست دي؟ يا بابا ده تجمع ثقافي فني عادي. انا من حقي اني اعرف، وانت لازم تردي عليا. مش ممكن فجاه كده تتعدي كل روابط الحقوق، حتى حقوقي عليكي، ولو كان باسم حريتك الشخصيه. فالحريه ليها حدود، لازم تعرفي ان احنا شرقيين. دلوقتي بس حضرتك قلتها ونسيت كل المبادئ والحقوق اللي كنت بتنادي بيها. زي ما قلت لك يا بابا، اول لما لقيت المبادئ دي بتقرب من توبي وهتلمس جلدي رحت مدور على اقرب عباية عشان تسترني بيها باسم الابوه. ونسيت، نسيت كل المبادئ دي اللي قعدت تنادي بيها طول عمرك. ومين هيسترك ويخاف عليكي؟ ليكي اب تاني يخاف عليكي ويحميكي؟ خلاص يا بابا، ما عدتش محتاجه الحمايه دي دلوقتي، كنت محتاجاها زمان وانا عندي 5 سنين، لكن دلوقتي عن إذنك يا بابا. عاجبك كده استهانم؟ بسطتي دلوقتي يا مدام؟ يا ريت تكوني استريحتي دلوقتي حضرتك. أنت ليه بترمي المسؤولية عليا يا جمال؟ مش انت اللي قلت لها وهي صغيره ان انا سبتها ومشيت؟ كان لازم اقول. يعني كنت بتنتقمي مني؟ كنت بدافع عن نفسي،
بدافع عن نفسي وهي بتتهمني ان انا السبب في كل حاجه. كنت تقولي لها اي حاجه الا انك تهديها. يا ريتني قلت لها اي حاجه. لا انا مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه اتصرف، انا مش لاقيه بنتي. مش هي دي مي؟ مي اللي انا ربيتها. يعني انت ما بتعندنيش؟ ده وقته عشان عندك. انا مش عارفه مي رايحه على فين. ارجوك يا جلال، ارجوك خليك جنبها، ما تسيبهاش. لو كنت عاوز نتجوز هات المأذون دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش، ومش احنا اللي ناخد قرار. لازم البنت دي تحب البيت ده تاني، وتحب انها تعيش معانا من تاني. لحظة واحدة من فضلك يا بابا. ادخل. على فكرة لو انت شايفة في دخولي ده تعدي على حريتك الشخصية بلاش. اتفضل يا بابا. اقعدي عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. انا جاي اعرض عليكي مشروع صداقة. ايه رأيك نبقى اصحاب ومن دلوقتي؟ موافقة؟ على فكرة انا صديق مريح جدا ومتعاون لاقصى حد. انا تحت امر حضرتك، بس تفتكر ان ده ينفع؟ وليه لا؟ لمعلوماتك انت مش هتلاقي حد يخاف عليكي ويحترمك قدي. ايوه، خوفك على اسم جلال عنيت هو اللي خلاك عايز تصاحبني. لو سمحت يا بابا انا عايز اقولك حاجه. اتفضلي. بعد ما سافرت السنين دي كلها ورجعت لقيتني متفوقه في دراستي وشايله اسم جلال عنيت ومحافظه عليه. طب مش يمكن ده اللي خلاني اسعى ان احنا نبقى اصحاب؟ لا يا بابا، خوفك على اسم جلال عنيت بس هو اللي خلاك عايز تصاحبني، ومع ذلك انا موافقه. على كل حال ده رايك وانا بحترمه. ها ابتدي بقى. ايه رايك اجي معاكي؟ فين الحفله؟ ايه هي حفله خاصه؟ الدعوات محدوده؟ لا ابدا، بالعكس الدعوه عامه لكل المثقفين. طب خلاص يا ستي اجي معاكي. طب انا مثقف انا كمان. انا اصلي وحشتني قوي حكايه الصالونات والندوات الادبيه دي. عايز اعرف الحركه الفنيه والادبيه وصلت لغايه فين. نفسي غير دم يا ستي. ايوه بس ما ترجعش تقول لي حصل حاجه كده ولا كده في الحفله. حاجه كده ولا كده زي ايه؟ لا 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 ما تنسيش انت خارجه مع جلال عنايت. هتشوفي ابوك الليله هيبقى نجم الحفله. ها قلت ايه بقى؟ اقول لماما تجهز عشان تيجي معانا؟ لا بلاش. بلاش ليه؟ انت عارف ان ماما بتحب تنام بدري، لا بتحب الخروج ولا النوادي، يعني مش ملهمه. وبعدين بقى احنا مش قلنا هننسى وهنبتدي نبقى اصحاب؟ هنشوف الليله يا بابا، هننسى ونبقى اصحاب ولا لا. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.